بجاهزية تامة يودع مطار الشارقة الدولي الحجاج المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية بتبسيط الإجراءات ما يضمن لهم رحلة ميسرة للأراضي المقدسة، حيث حرص المطار على تيسير مغادرتهم بحفاوة بالغة. التفاصيل في التقرير التالي. حجا مبرورا وسعيا مشكورا، هكذا تمنى مطار الشارقة الدولي أطيب الأماني وأفضل الدعاء لدى توديع حجاج بيت الله بتسهيل إجراءات سفرهم، حيث تضمنت خطة المطار لموسم الحج هذا العام توفير قاعة استراحة للحجاج وتخصيص حارات لاستلام تذاكر الطيران، وكذلك عربات لنقل أمتعة الحجاج وسرعة مناولتها. كعادة مطار الشارقة دائما يحتفي بحجاج بيت الله الحرام، والسنة هذه يعني خصصنا لهم كاونترات تسجيل خاصة لهم، 8 كاونترات تسجيل في منطقة الجوازات. أيضا تم تخصيص كاونترات خاصة للحجاج حتى يتم تسهيل مرورهم من خلال نقاط الجوازات. وفي إطار التيسير على الحجاج المغادرين لأداء مناسك الحج، شملت إجراءات التسهيل حركة عبور الحجاج فور دخولهم لأرض المطار وصولا إلى المرحلة الأخيرة في صالة الانتظار التي تضمنت ضيافة وفحصا طبيا للحجاج. التسهيلات كانت ما شاء الله متوافرة من إدارة الحج، نشكرهم على هذه التسهيلات. ما شاء الله التعاون مع مطار الشارقة كان فيه تسهيلات كبيرة، وفروا لنا كاونترات خاصة للحجاج عشان سرعة إنجاز إجراءاتهم. ونشكر حكومة الشارقة على تسهيل الإجراءات ومطار الشارقة وتسهيل الإجراءات لجميع الحجاج. الحمد لله استقبلونا استقبال طيب وسهلوا لنا الإجراءات، وكل الشكر لهم. تم تسهيل عملية دخولنا لأرض المطار وعملية الحصول على البوردنج كارد اللي هو حجز الطيران، وأيضا إلى الجوازات بكل يسر وسهولة، وكان مجموعة كبيرة موجودين لتسهيل حركة الحاج من وصوله إلى خارج المطار إلى دخوله إلى قاعة الانتظار. يسعى مطار الشارقة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للمسافرين، ولا سيما في المواسم التي تشهد ازدحاما كبيرا مثل موسم الحج وما يترتب عليه من زيادة عدد الرحلات التي تسير بها بعض شركات الطيران وارتفاع أعداد المسافرين خلال هذه الفترة من العام. إذن هكذا تكاتفت جهود الجمعية الخيرية ومطار الشارقة لتوديع حجاج بيت الله بتسهيل إجراءات سفرهم نحو الديار المقدسة. لأخبار الدار، حمد الكندي، الشارقة.